Hello friends, today 28 August, Emirates Woman Day, and thank you for every woman here in UAE, local or unlocal, thank you for you, and God bless you. حبايبي اليوم يوم المرأة العالمي في الإمارات، شكرا لأمي، لأختي، لصديقتي ولكل حريم جيراننا ولكل الحريم، شكرا لكم. وين ما كنتوا إماراتيين وغير إماراتيين، الله يوفقكم والله يعطيكم كل عافية، وافتخر بكل حرمة موجودة على هذه الأرض. وما بنسي أشكر نفسي وأحب نفسي وأفتخر أني امرأة، ويا رب أكون أخدم وطني وأدفع روحي لهذا الوطن الغالي، ويا رب أكون امرأة يعني تشرف إماراتنا إن شاء الله وترفع راية إماراتنا إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لنفسي مرة ثانية، وأحبكم وايد، كل حرمة موجودة على هذه الإمارات.